هتقدر. يا رانيا، رانيا، ايه يا رانيا؟ صحيح من النوم تتفرج على التلفزيون؟ رانيا يا ماما، الساعة 2 بالليل يا ماما، حد يقوم من النوم عشان يقعد يتفرج على عتريس؟ رانيا، رانيا قومي نامي يا ماما، قومي نامي. قومي يلا يا رانيا. عتريس الجد غاضب، غاضب. طبعا شفت انا الفيلم ده 100 مرة قبل كده، بس مش الساعة 2 بالليل يا ماما. يلا 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 قومي خش على اوضتك. ابعد عني يا عتريس، اهل البلد كلهم مستنيننا بره. طبعا مستنيينا بالمشاعل، وهنجيبهم بكره الصبح ان شاء الله يولعوا في البيت كله. يلا حبيبتي يلا. ابعد عني ما تلمسنيش. ايه يا رانيا في ايه؟ ايه الجنان ده؟ يلا يا ماما على اوضتك. يلا يا اهل البلد، يا اهل البلد، ابعدوا عتريس عني يا اهل البلد. ايه يا حبيبتي؟ عتريس، حوشوا عتريس عني. ايه عادل في ايه اللي حصل؟ ايه؟ انا مش عارف، قاعده بتتفرج على التلفزيون، بتتفرج على فيلم عتريس، ومره واحده يظهر بقى عفريت شادي يلبسها ولا حاجه. او ماي جودنس، او ماي جودنس، يظهر الحاله رجعت لها تاني. حاله ايه يا حماتي؟ هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. هنتجم منك يا عتريس، هنتجم لاهل البلد كلهم، هفتح الهويس واخرجكم. لو سمحتوا بليز بليز يا جماعه، سيبوني معاها 10 دقايق بس. تعالي يا فؤاده، تعالي نخش جودتنا. تعالي يا فؤاده. باطل باطل، ها 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 ها، باطل. لا حول ولا قوه الا بالله، البت وامها. ده ايه الحسبيس اللي احنا فيه ده يا عادل؟ هي ماما مالها يا بابا؟ مش عارف يا حبيبتي. يظهر يا حبيبتي جالها برد في مخها، يعني ما تقلقيش. طب ما انا سمعتها مجيدة عماله تقول لها يا فؤاد، عماله تقول لك يا عتريس، انا بنت مين؟ انت بنتنا يا حبيبتي، عادي خالص. انت بس بتحلمي ولا حاجه؟ خشي نامي نجلاء، خديها ودخليها اوضتها. تصبح على خير يا عتريس، وبقول للماما فؤاد تصبح على خير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت من الأول إن الجوازة دي معيوبة. يا ما قلنا لك اتجوز كوثر بنت خالتك. كوثر، عيني على كوثر، وأنت اللي مرضتش. وأنا بس اللي مرضتش، ده شباب مصر كله مرضيش. يظهر والله أعلم إن رانيا دي عليها عفريت. جواز عتريس من فؤادة باطل، باطل باطل باطل. الجنان اللي انتوا فيه ده انا مش فاهم، في ايه يا حماتي؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ قولي لي، هي رانيا فعلا عليها عفريت؟ عفريت ايه بس انت كمان؟ عفريت ايه بس؟ الحمد لله اهي نامت يا عتريس وتكومت. يعني هي ما عليهاش عفريت يعني؟ طب لو مثلا عليها ديون، عليها اقساط، عليها اي حاجه، انا جوزها برضو ممكن ادفع لها يعني مهما كان، هي ام بنتي. بصراحة بقى يا عادل، أنا كنت مخبية عليك من وهي صغيرة، كانت بتجيلها حالات كده تتقمص شخصيات وتتأثر بيهم وتخش جواهم وتبقى هي دي الشخصية. يا نهار اسوح، زي شادية في فيلم عفريت مراتي يعني؟ دي عايز دكتور نفساني يا ابني يظبط لها اريال دماغها، احسن تلقط على فيلم المرأة والساطور ويطلع عليك يا عادل. لا 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 لا، نجيب لها دكتور نفساني فعلا. لا دكتور نفساني ايه؟ دي محتاجة دكتور من معهد السينما، اما دام بتتقمص افلام نجيب لها دكتور عزت ابو عوف. دكتور عزت ابو عوف ايه؟ يجي هو واخته يعرفونا؟ نو، احنا هنعالجها زي ما صلاح ذو الفقار عالج شادية في فيلم عفريت مراتي. يا نهار تمثيل. دولا يا دولا يا دولا، ايه ايه القرايه اللي حطت عليك فجاه النهارده دي؟ ايه ده حطت عليا فجاه يا ابني؟ انا طول عمري بقرا. طول عمرك بقرا؟ لا يا دولا ما تقولش على نفسك كده يا عم. طول عمري بقرا، بقرا 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 الجرايد يعني. بتقرا الجرايد يعني. يا عم جرايد ايه يا عم؟ دي صفحه التلفزيون يا دولا. طب وهي دي مش في الجرايد يعني؟ وبعدين انا بشوف ايه الفيلم اللي هيتعرض النهارده في السهره، بس المشكله بقى ان في 100 فيلم في 100 محطه. طب ما ده حلو يا دولا، عشان تختار براحتك. مش مهم انا اختار، المهم هي هتختار ايه. هي مين يا دولا؟ بص يا رمزي، انا هضطر اشرح لك، ما تخافش هضطر اشرح لك يعني، برغم ان انا واثق انك انت مش هتفهم، بس انا ما قداميش غير ان انا اشرح لك يعني. طب بص يا دولا، انت تشرح كاني يعني بني ادم عادي يعني، وانا هحسسك ان انا البني ادم العادي ده. ماشي. بص يا رمزي، رانيا جالها مرض التقمص،
طبعا مش فاهم يعني ايه تقمص. لا يا دولا فاهم يا عم، التقمص زون يعني اللي هي لما تيجي تتفرج على فيلم فتعجب بدور البطله فتقوم تتقمصه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يخرب بيتك، ايه الذكاء اللي جات لك فجاه كده؟ ده انت وفرت عليا 4 سنين شرح. يالا اللهم صل على النبي يا دولا. وساعتها بقى دولا ممكن تتقمص دور رقاصه. يا نهار ابيض فعلا، وابقى انا جوز الرقاصه؟ لا يا دولا، هتبقى الطبال يا دولا. اه زي الراقصه والطبال والعلمك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده الفيلم ده معروض النهارده في التلفزيون، ازاي بقى اخليها ما تتفرجش عليه؟ حط لها منوم في التلفزيون يا دولا، او بص مش عايزه تتفرج على اي حاجه بعد كده اكسر التلفزيون ده خالص. بس يالا بس يالا، انا قلت الذكاوه اللي بتجي لك دي بتيجي وبتجري على طول. طب اقول لك يا دولا، بص يا عم، خليها تتفرج على اي فيلم من افلام الاستاذ يوسف شاهين، يمكن تاخد جايزه. يا ابني هتتقمص فيلم انا مش فاهمه ازاي يا ابني. طب وريني يا دولا انا بقى. بص بقى. ايوان خلاص يا دولا لقيتها، سهر الليالي. لا 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 لا، سهر الليالي ايه؟ هفضل سهران طول الليل وعندي شغل الصبح، ما ينفعش الفيلم ده. لا لا لا، بس ايه دول اهو فيلم بين القصرين ده 100 100. الا صحيح يا دولا، هو ايه اللي بيبقى بين القصرين دولت؟ بين القصرين ما دام قصر كده وقصر كده بيبقى بينهم شارع. غبي غبي غبي. طب هو انه الفيلم ده؟ انا مش فاكره. بين القصرين يلا، اللي هو بتاع سي السيد يلا. يا دولا، يعني دلوقتي رانيا هتتقمص دور سي السيد؟ هتتقمص دور أمينة مرات سي السيد. وأنا بقى هتقمص دور سي السيد اللي هو جوز أمينة. الله، طب وأنت هتتقمص ليه يا دولا؟ أنت عيان أنت كمان ولا إيه؟ لا يلا، هي اللي عيانة، بس إحنا لازم نساعدها، لازم نعيشها جوه الفيلم، ما نخرجهاش بره الفيلم خالص عشان ممكن يحصل لها انتكاسة فتعيا يعني. يعني كلنا لازم نعمل كده. كلنا يعني إيه؟ يعني أنا بقى دولا نفسي بقى نتقمص انا كمان بقى ونقفل البازار ده هون. انت نفسك تجيب درف، ونفسك تجيب درف وخلاص. بازار ايه اللي يتقفل؟ البازار هيفضل زي ما هو مفتوح يالا. المهم، تعرف حد بيبيع طرابيش؟ عارف ايه هي الطرابيش ولا مش عارف؟ يا دولا انت ليه بتعاملني كده يا دولا؟ لا الطرابيش عارفها يا عم، الطرابيش اللي هو كان لابسها سي السيد في الفيلم، اللي هي لونها اسود. يلا لونها اسود عشان الفيلم ابيض واسود، الطربوش اصلا بيبقى لونه احمر، واخد بالك؟ وبيبقى له كده وشراشيب بيسموها زر. يعني المهم، يعني انت تروح للراجل بتاع الطرابيش ده، هتجيب من عنده طربوشين، وتجيب لنا بقى جلابيتين، وتجيب لنا عبايتين، وتجيب لنا شنبين، وربنا يسهل بقى. من شر حسد إذا حسد، ومن شر النفسات في العقد.